أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مرسوما بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية. ونص المرسوم على أن يشكل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وعضوية كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم نائبا للرئيس وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخة ميثا بنت محمد بن راشد المكتوم.